أسألكم سؤال، إحنا لما يكون عندنا قطعة أرض ونريد نسكن ببيت جديد بدار جديدة، شو نسوي لهاي القطعة أرض؟ شو نسوي لها؟ شو نسوي لها؟ شو نسوي لها؟ نعم نعم أحسنت، نبني نبني نبني. كيف نبني؟ كيف يكون البناء؟ بواسطة شنو؟ شنو هذا اللي يرتفع؟ أحسنت أحسنت، نبني بواسطة، يا جيد جيد جيد، أحسنت صف أول يا حلوين. البناء يكون بواسطة الطابق، زين. ما معنى كلمة نبني البلاد؟ نبني الوطن ونبني البلاد، شنو معناها؟ منو يقول لي؟ نعبر بيه. وين نعبر؟ أنا راح أسأل واحد واحد. فاطمة، فاطمة محمد، جاوبيني ماما، شنو معنات نبني البلاد؟ فاطمة، شنو نبني بلادنا؟ إيش نبني؟ يعني طابوقة طابوقة؟ إيه حبيبتي، اسمعوني زين، أنا راح أعلمكم الإجابة. سدوا الصوت، راح أعلمكم الإجابة. إحنا نبني الوطن، كيف نبني الوطن والبلاد؟ نبنيه من خلال مسؤوليتنا اتجاه وطننا. كل شخص بينا مسؤول عن بناء وطنه. مثلا المعلم من خلال عمل المعلم يعلم ويكون جيل قوي بالتعليم لبناء الوطن. ايضا عندنا الجندي والضابط من خلال مسؤوليته تجاه وطنه يدافع عن وطنه ويحمي سيادته، والشرطي ايضا يدافع عن امن الوطن ويحافظ على ممتلكات الناس. ايضا عندنا الطبيب كيف يبني الوطن؟ من خلال مسؤوليته تجاه وطنه، انه دوامه بالمستشفى ويعالج المرضى. وايضا عندنا المهندس في البناء والتخطيط، وأنتوا أيضا عندكم مسؤولية كبيرة اتجاه وطنكم في بناء الوطن والبلاد من خلال التعلم، من خلال تعلمنا، وخصوصا في هذه الفترة إحنا الحرجة اللي إحنا نكون بها بالبيت عن بعد، يجب علينا أن نتعلم وناخذ شهادة.